بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو يعني نوع آخر للفيديو فون، هذه المرة يعني بمحرك، هنا موتور يعني زيرو فولت غتمشي لجراوند، جراوند هي زيرو فولت يعني غتمشي لهذا زيرو فولت، هي واحد و بليس 24 فولت يعني 24 فولت غتمشي لهاد بليس 24 فولت يعني دي سي، ومن هنا غيخرج خيط الزيرو فولت غيمشي ديال الترانسفورماتور، غيجي من الترانسفورماتور غيمشي لهاد الزيرو فولت، باش الزيرو فولت غتدخل من هنايا ديال الترانسفورماتور وغتمشي لاش زيرو فولت ديال المحرك، وهنايا فانت 24 فولت غتمشي غتجي هنا 24 فولت هي ديال المحرك، هاهي 24 فولت ديال المحرك تخشات هنا 24 فولت هي جوج، و زيرو فولت غراوند غتمشي زيرو فولت هي الواحد، ومن هنا زيرو فولت غتمشي بزرق زيرو فولت يعني الواحد، ومن هنا هاد ار واحد ما بين 3 و 4 راه كاين كونتاكت ديال الريسيبتور اللي كيتحكم في الفيديو فون، غيجي بليس 24 فولت ديال الترانسفورماتور غيتخشى هنا ما بين 4 و 3، ترانسفورماتور اخر غيجي زيرو فولت ديال ديال 12 فولت المحول غيجي للديود غيمشي لاكاش ساقطة، ومن هنا غيمشي لاديود الثانية وغيمشي لزيرو فولت ديال هاد الفيديو فون، بليس 12 فولت يعني زائد 12 فولت غيمشي لاديود الأولى وغيمشي لاكاش ساقطة يعني ديال الباب، وغيمشي لديود الثانية وغيمشي لهاد أليمونتي هاد الفيديو فون. هنا اش قالك جو ريكيبيغ لو 24 فولت دي موتور، يعني هاد 24 فولت خصني نريكيبيري 12 فولت، انا راه هو هاد ترانس محول، هاد جوج محولات كاينين هنايا، جوج دو ترانسفورماتور 24 فولت و 12 فولت، لونفوا سيغ لو كونيكتور دو دي بورني يعني هاد كونيكتور الثاني، اون سويت جو رولي لو كونيكتور دو اي 3 افان دو كوريكيبي لو رولي دو اي 3 دو اي 3 دو رولي، هاهي هادو كتسمى رولي 1 رولي 2 afin de récupérer 24 volts du connecteur 4 sous l'expulsion pollution de télécommande Kate ENS 4 RTS. يعني هنا cette impulsion est transformée en 12 volts grâce au père transformateur 24 12 volts. هادو l'insertion de 4 diodes يعني هاد لي ديود هادو 4 لي ديود سميتهم النوع ديالهم 1N4148 قطر ديود يعني بيرمي دانتيغديغ لو باساج يعني كيمنع داك المرور دو كورون فيغ لو فيزيوفون، الفيزيوفون دو ريسيب روكومو بور لو ريسيبتور ستاندار كون لورينتاسيون دي ديود je ne suis pas sûr mais de toute façon je ferai un test en l'air pour m'en assurer يعني قال لك هاد لو ديود مهمين خاطر ديود هنايا، وهنايا عندنا دو عندنا جوج ترانسفورماتور، ترانسفورماتور 24 فولت اللي غيتحكم في هاد المحرك وهاد الريسيبتور، وفي نفس الوقت عندنا 12 فولت اللي غتحكم في هاد لاكاش وفي هاد هاد الشاشه ديال الفيديو فون، وهاد لي ديود ضروري منهم يعني اربعة لي ديود 1N4148. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير.